هسه اخو انا خلصت المقطع، اعيد الحكايه. اقول خلصت المقطع الاولي، لا ابو ديار خلي الجامعه نازله، رحنا على مالي التبريد، هيدا باع منها على عمود طلع الكاميرا. بس اريد اذا اكو واحد عنده ضمير شويه اسرع حتى الوقت ما يفوتنا. اذا اكو واحد عنده ضمير بالدوله وبالسيطره وبوزير الداخليه عثمان الغانمي، يا سيد يا غانمي، اذا عندك ذره من ضمير حقيقي وارجو ان تسمع صوتي وصوت هاي الناس المظلومه. شوف هاي الناس بيا رقبه، ادري هذا جاي تعبان، اهله مستنطه، هذا الشارع مو راح يتدمر، مو صار كله تيبر، هو سايد واحد واعدمتو بحماقه السيطره. هي السيطره مكانها هنا، مو هذا الصحيح عمي. هسه غير مسار اللوري، ليش هيك هاي؟ يعني ذولا شنو ذنبهم؟ هسه دار شنو؟ السلام عليكم. ايش قصد صالكم؟ والله ثلاث ايام. ايش قد؟ يا مسلم والله ثلاث ايام. سمعت يا وزير الداخليه؟ ثلاث ايام يقول لك مرابط بالشارع، الله يقبل. الي هذول الثانيين. عم ايش قصد صالكم؟ ايش قد؟ ثلاث ايام. والله نايم بالحصيره. يا وزير الداخليه اسمع. يا رئيس وزراء اسمع. لكم انتم ما عندكم احساس. من الله لا يرضى عليكم ان شاء الله. ارجم باع التيبر، باع هو الشارع ايش طلبي؟ يلا هسه هذا ايش طلب الشارع؟ هو سايد واحد، سويتوا اعدام للشارع، من الله لا يوفقكم. صورهمي هسه انا يوم سيطرت الجيش العراقي، توني يلا وصلت. اخوان ايش قصار لكم؟ عيون السيد ايش قصار لكم؟ كم يوم؟ صار ثلاث ايام. ثلاث ايام ليش يا وزير الداخليه؟ عم عادي لا تخاف، لا تخاف، انت من العراق، المسؤول هو المجرم مو انت. الله يوفقك. ثلاث ايام، ثلاث ايام سيد، ثلاث ايام. يا وزير الداخليه اسمع، ثلاث ايام صار هالناس مرابطه. اي ليش؟ اي ما عندك ضمير، تحس عاد وتاليها. هسه طبعا بعدنا مواصلين. ابو ديار رجاء اسرع شوي حتى الوقت يصير قليل بالتصوير. راح اشوفك يا وزير الداخليه، يا رئيس الوزراء، شوف هاي الجريمه اللي ارتكبتوها بحق الناس. والله حاط لك سيطره، هي الناس قاعده في هاي الناس، ناس على باب الله تعبانه، ناس اللي تاكل خبز، ادري انت ايش دعوه؟ ليش هيك الاذيه هاي؟ هو سايد واحد وسويتوا بي هاي الشغله؟ السلام عليكم. يعني هاي هي؟ يلا راح نشوف. انا ارجو كل واحد عنده ضمير اليوم يعلق وياي على هاي المأساة. طبعا سمعت يا وزير الداخلية؟ الناس تصيح سيد من ضيمها، عبالهم انا مسؤول. لا عمي ترى انا مو مسؤول، انا رجال فقير حالي حالك، بس والله متألم، قلبي قاعد يتألم على هاي. يلا الدنيا يلا. وزير الداخلية الحق العالم، الله لا يوفقك، الله يبرم ذمتك. انت نايم هسه اكيد بالبيت، لان ما تدري شكو ماكو. قاعد عمليات، قائد عمليات بغداد، وقف قائد عمليات بغداد. اسمع تعال عمي، ايش قد صار لك؟ والله عم بصير لك ثلاث ايام. ايش قد صار لك؟ اسمع يا قائد عمليات بغداد، اسمع يا وزير الداخلية، اسمع وقف عمي. انت يا ولد ايش قد صار لك؟ صار ثلاث ايام. ثلاث ايام يا رئيس وزراء؟ ثلاث ايام صار. الله يقبل. ليش ايش عمي ليش؟ ايش قد صار لك؟ أربعة أيام. اسمع روح أبو ديار، ايش قصر لك؟ عم الله والدي. ايش قصر لك؟ أربعة أيام. ايش قصر لك؟ أربعة أيام. اسمع يا رئيس وزراء، اسمع يا وزير الداخلية، ايش قصر لك؟ ايش قصر لك؟ من البارحة، ثلاث أيام يعني؟ إي والله ثلاث أيام. أعطوكم الجناسي؟ إي يلا في أمان الله. ايش قصر لك؟ يومي. عافية. هذا بديت اقترب من السيطرة بعد كيلو وين. يلا اسمع يا وزير الداخلية، شوف هذا وين نايم. نايم بسويرته. ايش قد صار لك؟ ثلاث ايام وداي. ايش قد ثلاث ايام؟ ايوه. اسمع يا وزير الداخلية. حس راح. الله لا يوفق كل واحد يسويه. عمي ذبحتونا. عمي بطلوا. عمي ما تدبرونها والله. لا الكاظم يدبرها، ولا الغانم يدبرها، ولا قائد عمليات يدبرها. عمي حلوا الامور،